حمد لله على السلامة رحيم بيه، مستنيين بقالنا كتير. رحيم فين؟ انطق، أنا سامعك بتكلم رحيم دلوقتي، هو فين؟ مالكش فيه، أنا قدامك أهو، عاوز إيه؟ أخرج شوفوني! رحيم فين؟ مراتك وبنتك تحت ايدي. العزيز رحيم ينزل ظهروا عليه، احنا ما نعرفش عنه حاجة. أنا هخليكوا تتكلموا. اثبت يلا. اثبت! معلم وسيد المعلمين، بس قبل اي حاجة عايزك تعرف اني بحبك وبقدرك، ولولا الشغل كان زمان جيت لك لوحدي. احب على راسك واقول لك حمد لله على السلامة، بس انت فاهم الشغل شغل. ولا انت فاكر انك هتخرج من هنا؟ ده انت بتحلم. انت عايز ايه يالا؟ انا مرسال يا كبير وجاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب مني ادي لك الموبايل ده. عليه ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رساله، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجه. هما مين اللي قالوا لك؟ معرفش يا كبير، انا كده عملت اللي عليا. وهقول لك سلام عليكم. حلمي محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفت الكلام خدنا. ونسيت اقول لك هشام اخوك عندنا. هشام فين؟ انا لو ما رجعتش مش هتشوف هشام تاني، ودي حاجة مش بإيدي، أنا بنفذ وبس، ولو موتني مش هتفرق حاجة مع الناس التانية. سيبه يا رحيم، سيبه يا ابني عشان خاطر أخوك. عارف هشام أخويا لو جرى له حاجة مش هيكفيني فيه عمركم، ولا عمر اللي مشغلينكم، ولا عمر عيالهم. فاهم؟ الموبايل. السلام عليكم. حنان، ريم، المدام بتقول لحضرتك هتتعشي؟ لا، لو سمحتي قولي لماما انا عايزه انام. اوكي.
حد ضايقكم او لمسكم كده او كده؟ لا طبعا، دول دخلوا عليا كتم وانفاسي، كنت هتخني ما عرفتش انطق كلمه، وكنت خايفه على البنت هموت عليها. وانت يا ريم؟ لا بجد انا كويسه. طب الحمد لله. ما دخلوا ازاي وليه ما صوتوش عشان اي حد من الجيران يجي يلحقكم؟ نصوت ايه يا بابا؟ بقول لك كان معاه مسدس. انا فتحت الباب عادي لقيت واحد معاه مسدس حطه في دماغي، والتاني سالني فين ماما، شاورت له على المطبخ، وكتفنا احنا الثلاثه ومعانا اونكل بدر على الكنبه بره. وليه فتحتوا الباب من غير ما تعرفوا مين اللي بره؟ والله انا طول عمري بفتح الباب عادي يعني. ايوه بس اليومين دول مش امان. يومين والتالت هتلاقيه جاي جري على رجليه عشان يدفع لك الفلوس. طب وحكم الحبس؟ الحبس ده مجرد قرصة ودن، وبعدين احنا هنستفيد ايه يعني لما هيتحبس؟ انا ممكن ابلغ عنه لاننا عارفين مكانه وهيتسجن، لكن انت هتاخد فلوسك. ريم حبيبتي انت كويسة؟ كويسة يا ماما. الناس اللي كانوا جايين دول ما كانوش جايين لابوكي، دول كانوا جايين لرحيم. ماما انت مش محتاجة تكدبي عليا، انا كبرت وفهمت خلاص. انا بكدب؟ انت مش شفتي بعينك انهم كانوا جايين لرحيم؟ وانت فاكرة انت لو ما حكيتيش قدامي انا مش هفهم حاجة؟ في حاجة اسمها فيسبوك وتويتر، انا عارفة ان بابا اسمه مش موجود، بس رحيم اسمه في كل الاخبار اللي بتتكلم عن تهريب الفلوس والسلاح. وطالما رحيم رجع يبقى بابا هيشتغل معاه تاني. ودي حاجه مش مزعلاكي؟ انت ما تعرفيش البلاوي اللي ممكن يسببها لنا رحيم. هزعل عشان هنعيش بني ادمين تاني؟ ماما البلاوي اللي هتيجي دي احسن مليون مره من الزفت اللي احنا عايشين فيه. دايما افتكر ان الثقة بتيجي من جسمك نفسه. خد مساحتك، خلي جسمك ياخد مساحته، ما تتكسفش، جسمك مش عيب، ما تخبيش نفسك، خلي جسمك ياخد اكبر مساحة في العالم علشان ده حقك. شكرا يا جماعة، اشوفكم المرة اللي جاية. شكرا. في حاجة يا دكتورة؟ لا لا خالص. ألو؟ ألو؟ محاضرة عظيمة يا دكتورة. طب والله كنت قاعد متمزق. انت مين؟ انا واحد معجب بمحاضراتك وبعلمك وبتاريخك. انت عايز مني ايه وبتراقبني ليه؟ شفتي فيديو المداخلة بتاعت امبارح؟ بقى ترند على اليوتيوب دلوقتي. لو فاكر نفسك بتهددني انا ما بخافش، انا مفيش حاجة واحدة في حياتي خايفة ان اقولها قدام الناس. ولما مفيش حاجة انت خايفة تقوليها قدام الناس متعصبة كده ليه؟ ها؟ في حاجة يا دكتورة؟ لا سوري أنا آسفة. سوري. على فكرة أنا عاقبت اللي اتصل بيكي، أسلوبه في الكلام معاكي ما عجبنيش. أنت عايز مني إيه؟ بحب أسمع صوتك. أول ما خلصتي محاضرتك ما عرفتش أمسك نفسي، قلت لازم أسمع صوتها تاني. أنت شغال مع رحيم؟ رحيم؟ طب إيه رأيك نفكر مع بعض شوية؟ لو رحيم هو اللي زقني عليكي، ممكن يكون عاوز منك إيه؟ فكري. وعلى فكرة أنت بصة غلط، أنا واقف عند الباب التاني. دكتورة داليا أنا آسفة، بس إحنا كنا واقفين مستنيين حضرتك. ماشي اتفضلي.